يقيم مركزنا هذا اليوم بالتعاون مع المركز الريادي الوطني لأبحاث السرطان حملة توعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي في شهر أكتوبر. هذا اليوم هو يجب التوعية لجميع نساء العالم على بأهمية هذا المرض أو بأهمية الكشف المبكر للسيطرة نوعا ما على انتشار هذا المرض، إذ إن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يقلل نسبة الوفاة بنسبة 50%. لذلك فإن أهمية دور مركز دراسات المرأة في هذا اليوم هو دور ريادي في بالضبط في جامعة بغداد، إذ إن دوره يتمثل بنشر الوعي الصحي بهذا اليوم العالمي والمحاولة لتعريف المرأة بالمراكز الموجودة للفحص المبكر عن سرطان الثدي.